توتفيت. والله ظاهر السجل اللي باش نحكي عليه هو ماريو الانتر كيفاش لبست والانتر خسرت. كيفاه كيفاه؟ يا حرفة. سنة ديجا لبست 10,000 ماريو القبل ومشيت للستادات. تو كي طفلة تمشي لابسة ماريو في ستاد والكيبا تخسر شبيهم ما سبوهمش؟ لا ما سبوكش. ما سبونيش. ما عرفش لا برا حل اقرا فيسبوك وحل الدنيا الكل تشوف ردوني بوخ مالور ودرا شنو ووجهي مش مبروك وخسر ساعة اللي ما عندوش ماكسيموم تلقى عنده 10,000 فرنك في مكتوبه ولا لعب في بلانيت وحد 2000 يورو. دونك خسر المسكين. اي مولين ترى مره ما خسرت، سنه اول مره تخسر وتكسب. اي الوغ كونت اون ان اسبري سبورتيف سامحني في الكوره، نهار كوره تدخل نهار كوره ما تدخلش. معناتها مره تربح مره تخسر، لو كلوب تخسر ساعات، ليسبيرونس تخسر ساعات، الانتر تخسر ساعات، بي اس جي تخسر ساعات. دونك انت اللي حاسك الجمعه ذي خلال الماتش. لا خاطر نرفزوني ياسر ولا سبين وتطيح قدر وكلام خايب، انا نحب جوست نقول للعبيد هذوما اللي يجيو على الانستغرام نتاعي والباج نتاعي نتاع فيسبوك. ليلي باش نكمل هذا والله باش نكملها والله باش نكملها يا اخي ما تحشمش على روحك تسب فيا بكلام خايب وامك واختك وبوك معناها اسمك خارج